زعفران ايراني، زعفران مصر، زعفران اسباني، كل ده جميع الزعفرانات، معلش يعني زعفران من الخليج برضه، ده كل ده انواع الزعفران. الزعفران ده ليه مفايد في دوره الدم كامله، بيتاخد مع الرز وبيتاخد مع كل حاجه، بس طبعا الزبون الالماني بيحب الزعفران، والزعفران الطبيعي مش زعفران اي كلام. والزبون لو ماخذه ليه بيشم الحاجه، يشمها الطبيعه بيشتغل فيها، مش طبيعيه ما بيشتغلش فيها. وجميع انواع الفلافل والكمون والسلطه والبلبل كل ده موجود، وجميع انواع البهارات للحمه للكباب للكفته لكل حاجه موجوده. وانا في المهنه دي 38 سنه في الظهار. الزعفران ده مطلوب للناس الالمان وجميع الجنسيات بتاخده، لانه هو بيكون بيخلي الرز اصفر، وبيتحط كمان في الشاي، وليه فوائد عديده يعني، منها لعضله القلب، ومنها جميل لكل شيء، وهو مذكور في القران.